بالنسبه له هون مشهور عندنا اكثر شيء كمان قشاطي، بس زنود الست العراقي مشهوره لدرجه كبيره، معروفه على مستوى العراق. اول مرحله مرحله العجين بنجهزها وبنريحها نص ساعه تقريبا، بعدين بنقوم بتقطيعها وشوبكها على الميد، بعد ذلك بنتم عمليه الفتح وبنريحها شوي نص ساعه وبلش لف الزنود. بس اقدر اشيلها هذه الساعه، اشيلها انا شايف للرمضان طلبت قطعة فدلو سكرية لكنافة أثمالية زنود لقمة قازي و أما الشنية طلبت معناها حلاوة جبنة كلا تنهلا إما أكريا